الاتحاد الافريقي لكره القدم وقع عقوبات على نادي الزمالك بسبب السوبر الافريقي. اول هذه العقوبات هي ايقاف لاعب نادي الزمالك ناصر منسي ثلاث مباريات في منافسات الانديه الافريقيه القادمه بسبب حركه استفزازيه بعد انتهاك الماده 147 من قانون الانضباط الخاص للكاف وفرض غرامه ماليه على ناصر منسي قدرها 10000 دولار امريكي. إيقاف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ثلاث مباريات في منافسات الأندية الأفريقية القادمة بسبب سلوك غير رياضي بعد انتهاك المادة 82 من قانون الانضباط للكاف وفرض غرامة مالية على اللاعب شيكابالا قدرها 10000 دولار أمريكي. فرض غرامة مالية على نادي الزمالك المصري قدرها 300000 دولار أمريكي بسبب سوء سلوك الفريق ومسؤوليه مع وقف التنفيذ بالنسبة لمبلغ 100 ألف دولار من الغرامة بشرط عدم إدانة نادي الزمالك المصري بارتكاب مخالفة مشابهة خلال منافسات الأندية الأفريقية الموسم 2024-2025 عايز أشرح لكم دي بس نقطة مهمة يعني إيه إيقاف تنفيذ 100 ألف دولار يعني أنت هتدفع 200 ألف دولار وفي 100 ألف دولار متعلقين لو عملت مشكله تاني هعاقبك بالعقوبه الجديده واخد منك ال ألف دولار القدام لسان حال ثواني 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 شيد. لسان حال نادي الزمالك دلوقتي هو انا ناقص يا ابني بجد والله يعني هو انا ناقص وبصراحه شديده يعني يا جماعه يا جماعه نكبر دماغنا شويه الجو بتاع زمان ده مبقاش ينفع اللي هو ايه الله على الفيديوهات بقى اللي جمهور نادي الزمالك وصفحات نادي الزمالك وبعض من مسؤولي نادي الزمالك والناس افتخروا بيها انا في فيديو شفته بعد السوبر الافريقي والله كنت متاكد ان وراه نكد كنت متاكد ان وراه يبقى فيه نكد قال لك الحركه اللي عملها الكابتن حسين السيد لما ضحك بيها على التحكيم عشان يضغط فلم اللعيب قال هننسحب ف حرق وايه اشادات كبيره بالكابتن حسين يا ايه العظمه دي وايه الدهاء ده وايه الذكاء ده على فكره انا بحترم جدا الكابتن حسين لا بحترم جدا الكابتن حسين السيد الناس المحترمه جدا بس يعني حتى لو هتعمل كده شوف بقول لك حتى لو دي نيتك وكل الحاجات دي بقت خلاص مفهومه في العالم كله يعني بس حتى لو ده نيتك انا مش فاهم ليه بقت اعلاميا تعملها في الدره عملتها واستخب انا متاكد برضو ان الكابتن حسين مش هو اللي طلعها بس يعني حتى جمهور الزمالك فطبعا الكلام ده كله بيروح للكاف اه انتوا عايزين تضحكوا عليا يعني طب خد ألف دولار 15 مليون جنيه انا ناقص الزمالك <applause> عنده مشاكل بالجمله مشاكل ماليه بالجمله دي القرارات بالمناسبه الاسماء هات لي بقى الاسماء اللي حاضرين في الجلسه مفهومش الاستاذ محمد المشط اللي هو المستشار القانوني لاتحاد الكوره وعضو لجنه الانضباط في الكاف المصري عشان في بعض الناس هاجموه جدا وقال لك هو ليه ما ساعدش او يعني ما قالش ان الكلام ده غلط هو الراجل ما كانش موجود عشان هو طرف مصري والعقوبات على نادي مصري فبيحيدوا الطرف اللي بلده او ناديه موجود في قضيه فطلعوه بره ودي نص, الـ نص الـ الخطاب هو خاص لرقم 10 نص الخطاب اللي اتبعت من الكاف بالنسبه لعقوبات نادي الزمالك وشيكابالا وناصر منسي طيب هات لي بقى اللوائح لوائح لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي لكره القدم عشان تعرف كل ماده ليه ليه شيكابالا تعاقب وليه ناصر منسي اتعاقب برضه فيها يعني. الحكاية مادة 2 اللي تعاقب بسبب الشكابالة بتقول يجب على الاتحادات الوطنية والأندية والمسؤولين والأعضاء وكذلك اللاعبين احترام مبادئ الولاء والنزاهة والروح الرياضية والأخلاق والكلام إنه الشكابالة يعني هم بمنظر الكاف بتحيات الكاف إن الشكابالة كان بيحرض اللاعبين إن هم ينسحبوا مادة 147 ده عقوبة ناصر منسي يتم إيقاف أي شخص يقوم باستفزاز الجمهور أثناء المباراة لمدة ثلاث مباريات ويعاقب على ذلك بغرامة لا تقل عن عشر تلاف دولار مصر منسي طيب ايه اللي قاله الزمالك اول ما جات له العقوبات دي رد فعل الزمالك احكي لك الكواليس بالظبط غضب شديد من نادي الزمالك ومسؤولين من الكاف غضب شديد جدا في حاجتين دول مش معلنين وهقول لك اللي هيتعلن. اللي مش معلنين انه الزمالك يفكر ويدرس انه يشكو الكاف للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. بيدرس ده. ده واحد. اتنين مسؤولوا الزمالك رد فعلهم على العقوبات دي قالوا إن متسبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يتعنت ضد الأندية المصرية بعد ما تردد أن المهندس هاني أبو يفكر في على رئاسة الكاف فبدأ يضايق الأندية المصرية ده برضو وجهة نظر الزمالك طيب إيه اللي أكيد الزمالك هيعمله؟ إيه اللي أكيد الزمالك هيعمله؟ الزمالك كده كده هينتظر حيثيات هذا القرار ومعاه ثلاثه ايام انه يقدم تظلم فده الزمالك كده كده هيعمله هيقدم تظلم خلال ثلاثه ايام من وصول حيثيات هذا القرار لو قدم التظلم وتم تخفيف هذه العقوبات خلاص الزمالك مش هيكبر الموضوع اكتر من كده لقى في تعنت جديد من الكاف فالزمالك بيدرس في خطوه تصعيدية انه يشكو الاتحاد الدولي لكرة القدم من الكف